مرحبا جميعا، رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون نتعلم رسم تسريحة شعر انمي شوي متطورة، يعني معقدة نوعا ما. قبل ما نفوت بالفيديو نتعلم رسم هاي التسريحة، اتمنى انكم بتساووا لايك سبسكرايب اي شيء. يعني اوكي راح نبلش برسمها. انا رسمت شوي السكتش تبعها، يعني اساس التسريحة رسمته. يعني بتعرفوا انتو الاساس بيساعدنا على تحديد مكان الاماكن اللي ما حتخطط، مثل هون مثلا لو اني مالي رسمته كان هذا المكان خططته وما تركت مكان للخصلة تمشي. اوكي بنبلش. رح ابلش معكم هاي، بتوقع الرسمة حنلونها نص بالباستل نص بالالوان الخشبية العادية، او ما بعرف استخدم اللونين مع بعض، ويمكن استخدم بس الالوان الخشبية. بنبلش، جبت قلم الرصاص وبنبلش فيه. بسم الله. اوكي صار بعض الاخطاء. صبرا، هاي اول خصلة حتكون بنص الرأس او بنص الشعر او بنص اي شيء. المهم اوكي شوفوا، في خصلة هيك بجانب الوجه. طبعا هي التسريحة لدرجة ما ليست معقدة، يعني ما فيها تفاصيل زيادة، بس المعقد فيها انها جزئين، يعني الشعر منقسم لنص على الوجه ونص محطوط بلفلوفات حد الرأس، كوكينات ما بعرف ايش يسمونها، بس لفلوفات شغلات هيك حد رأسها لافة شعرها هي الشخصية. تقدروا هي تستخدمونها لتصميم المانجا لأي شيء، يعني براحتكم. هي يعني ما بعتبرها يعني انتهاك للحقوق اذا حطيتوا مثلا شخصية مانجا اخذتوا من هاي الشخصية، يعني ما يعتبر هذا تحقيق. يعني انا بعلمكم بالاول والاخير. التسريحات اللي قبل سويناها كانت تسريحات لدرجة ما بدائية، يعني عادية وسهلة واي حدا فيه يساويها، بس هاي التسريحة رح تكون شوي اعقد من اللي سويناها قبل. راح اقرب الكاميرا مشان تشوفوا احسن. بهذه الطريقة قربنا شوي الكاميرا وبنزل الرسمة. اوكي هيك صارت الرؤية احسن. طبعا التخطيط ما حسوي قدامكم لانه بده ياخذ وقت كتير التخطيط، يعني وحيصير الفيديو اصعب تنزيله، وبتعرفوا انتو يعني شي صعب شوي حيكون اذا بخلي التخطيط على الهواء. يعني حاقطع المكان تبع، حنقطع المكان تبع التخطيط. انا هلا بوقف الفيديو وقت بخطط. التسريحة لدرجة ما هي سهلة، يعني مو شغل انه محترفين، بس فيها تفاصيل، يعني فيها اكثر من جزء من الشعر. اوكي يعني تسريحة حلوة، وتستخدم تسريحة شخصية مانجا، تسريحة شخصية من تصميمكم، يعني تقدر تستخدموها بالطريقة اللي تحبوها. نكمل، وتسراح القلم راح لهذا تبعت القلم. نكمل عادي. عندنا هون حبسة صغيرة. طبعا الشخصية هي يعني بتحسوا التسريحة تبعت هيك انه امرأة وهيك شي كيوت، ويعني اوكي بروح بخطط بالاقلام وبرجع لكم. هاي الاقلام اللي حاستخدمها، واحيانا بستخدم مشان التفاصيل الدقيقة هذا القلم، هذا 0.4. ونكمل. اذا ما بتعرفوا هدول الاقلام انا شرحتهم بفيديو السابق، فيديو ادوات تبعت الادوات، تقدروا بترجعوا لفيديو الادوات وبتعرفوا انا بيش بستخدم. طيب يلا بروح بخطط. مثل ما قلت لكم خططتها ورجعت لكم، صار وقت اني بمحي اثار الرصاص يلي تركناها. بتعرفوا انتو بيضل كثير اثار رصاص. بجيب المحاية وبرجع لكم. اوكي وين المحاية؟ لقيت المحاية الحمد لله، كانت شوي بعيدة عني. يلا هلا ناحي. طبعا صار بعض الاخطاء اثناء التخطيط، يعني انا اسفة جدا. في شغلة بدي اقول لكم، رح نستخدم لونين بالشعر، مو لونين بالشعر قصدي لونين بمنطقة الشعر. لون للربطة اللي حاطط هاي الفايتة بالفلوفة تبعها، ولون الشعر الاصلي. نكمل نمحي. اوكي اتوقع هيك خلاص 70% من الشعر محيته.
70% من لازم يمنح يعني. اوكي، بحس ان الرسم بالرصاص تكون احلى، ليش بكتب عليكم يعني، احسها هيك. اوكي، بهذه الطريقة هون شوي طاير طاير هاي الطالعة، كان لازم بسويها. ايش هاي بعتبرها؟ نعتبرها هيك، حعتبرها من اصل هاي. اوكي، لدرجة ما زبط الشعر، حان وقت تلوينه. المرحلة الأنا بحبها هي تلوين الشعر. ليش بحبها؟ لأنه مرحلة بتتفننوا فيها، يعني بتحسوا حالكم حرين بوضع الألوان وخلط الألوان. يعني لحد الآن أنا ماني مقررة إيش حتى لون الشعر، هلأ عندي علبة ألوان بختار اللي بدي إياه، يعني هيك أنا بحبها. أوكي، إيش بدي أخلي لون الشعر؟ يعني مفكرة إما أخليه زهري إما أخليه أزرق. 70% زهري، 30% أزرق، ما بعرف. طيب بطلع الألوان، بطلع الألوان على جنب مشان ما بتغطي يعني مكان كثير وكذبني وأنا بلون. طلعت الألوان، لا والله بقى واحد، يلا طلعتهم. لحد الآن أنا ماني مثل ما قلت لكم، ماني مختارة، يمكن بخليه أبيض. يعني في عنا 100 اختيار يعني بين دمج الألوان وهي. أوكي، راح أستخدم هذا اللون. هذا اللون هلا بشوفكم اياه، مو لون ازرق فاتح، بس تقدرون تستخدموا اللون اللي بدكم اياه. يعني بشوفكم اياه تحت بالورق تحت، لون ازرق فاتح على ما بعرف على فضي، ما بعرف ايش هذا اللون اصلا. ولون تظليل بتوقع اني حاستخدم الازرق، لا ما حاستخدم ازرق، حاستخدم الفضي، فضي او فضي اللي وراء، او هذه يمكن بستخدم اثنيناتهم فضي. ولون الإضاءة حاستخدم الزهري. اوكي، بشوف الزهري وقت يجي وقت الإضاءة. بالأول نلون بطبقة خفيفة بعدين نكمل. يلا بسم الله نبلش التلوين. سوري، انا لونت هذا مع هذا، بس ما في اي مشكلة. بعدين بمحي وبرجع، يعني ما في عندي اي مشكلة لحد الان بالتلوين. نلون بطريقة دائرية، انتبهوا يا جماعة، الطريقة الدائرية هي احسن طريقة بالتلوين، تسمح للون انه يندمج. هذا هو المنيح فيها الطريقة الدائرية. طبعا انا حساوي التلوين على الخفيف، يعني تطلعوا اللون خفيف ليس ثقيل جدا. انا بدي الوان خفيفة تكون، احب يكون التلوين هادئ وخفيف. نكمل. اوكي، انا راح الون الاطراف بهذه الطريقة، يمكن الفوق بتركهم لونه بالاصفر بالزهري، يعني حسب، تعرفوا انا بحب اتفنن بهي الشغلات. اوكي، عرفتوا هذا الشيء. اوكي، نكمل نكمل نكمل. اوكي، اتوقع هيك يعني 70% نحنا غطينا. اوكي، ايش تظل بنسوي فيه؟ اسمعوا، هون عندكم خيارين. خيار اول تتركوه ابيض، وهذا يعني بهدف التظليل. خيار ثاني تفوتوا لون ثاني. انا راح اساوي الخيار الثاني، عندي لون بنفسجي فاتح، هذا اللون النسج راح استخدمه لوضع هذا المكان. غيرت رأيي بشأن الزهري، حنكمل هيك، راح استخدمه هاي الأماكن لتغطيتها. طبعا الحبسة والشكلة قصدي والهي الشريطة الرابطة فيه حخليه زهري مثل هذا اللون، أو مشابه لأ لو وردي ما بعرف. يلا بنكمل هلأ. بس انا انتبهت شغلة على القناة، بنتبه انه فيديوهاتي ما عم لاقي فيهم تفاعل، هذا التفاعل او ماي جاد. يعني بتمنى منكم انكم تتفاعلوا على الفيديو، بحط شوي بنفسجي على الثم عشان يعني هيك بيعطي او ماي جاد. يلا نكمل بهذه الطريقة. انا بدمج بايدي لانه حتى الدمجة مو حدي اصلا، انا ما بستخدم دمجة بالمعنى الحرفي، بستخدم قطن او اي شيء، اي شيء بيضبط يكون دامج، يعني ما عندي مشكلة بهاي الاشياء. هذا ابيض، اوكي هذا الابيض حاستخدمه بدمج او يمكن للتلميع، ما بعرف ايش حاستخدمه، بس شوي ندمج فيه. اوكي، بهذه الطريقة. انظر اللون فاتح جدا، الا بقرب لا تنتبهوا. اوكي نكمل. اوكي، هلا صار وقت تلوين الشبرات او الشغلات اللي طالعة من شعرها. عندنا هذا اللون الزهري.
اوكي هذا لون مناسب نوعا ما مناسب، بس هستخدمه على الخفيف. انا بحب تلويني يكون خفيف خفيف خفيف، يعني بفضل التلوين الخفيف. بعدين بدي ارجع اظلل الشعر، لا اقولكم برجع اظلله من جديد، بحب اظلل واتلاعب بالشعر كثير، مع انه بخاف يخرب، بس لا بحب اظلل وبتلاعب. اوكي هاي الحركات تعرفوها، كحلي عندنا، هاي راح الكحلي. اوه هذا الكحلي هيك تظليل على اطراف، على الاطراف بس. وضع بعض الخصل بهذه الطريقة، وضع تفاصيل الخصل اوكي بهذه الطريقة، يعطينا تأثير جميل. هذا طبعا كان خطأ، بس ما حمحي ولا حتدخل فيه، خلاص خليه خطأ خطأ، ما في مشكلة ما بنخطأ يا جماعة، المهم نتعلم من اخطائنا. بهذه الطريقة انا لونته. هلأ بلون البشرة، حلوان البشرة بالألوان الخشبية للسرعة، وما بدي أفتح هلأ علبة البستيل لأني أصلا ما استخدمتها خالص. لا والله استخدمتها بتلوين القميص. حتظل البشرة بهذا اللون. طبعا إذا عندكم مشاكل بتلوين البشرة، أنا هون ما حتحلوا أي مشكلة بتلوين البشرة، عندكم مشاكل تقدر تروحوا على الفيديو السابق تبع تلوين البشرة، عندكم بدكم تلونوها بالبستيل موجود فيديو البستيل، بدكم تلونوها بالألوان العادية حتى موجود فيديو الألوان العادية. طبعا بدي اعلمكم على شغلة، انا بدمج باستخدام لون ابيض، انا هون حادمج بايدي، بس انا بس بشكل عام فيني ادمج بهذا اللون. هذا اللون انا اشتريته لحاله، يعني هو لدرجة ما هو غالي، يعني كلون واحد انا اشتريت، بالنسبة للالوان الثانية هو غالي، فيني ادمج فيه، بيعطيني على دمج منيح. طبعا ممكن بسوي لكم فيديو للدمج اذا بدكم فيديو دمج، او بعلمكم هاي الاشياء اسرار الاقلام وهاي الشغلات والفرق بين الماركات، تقدروا تكتبوا لي بالكومنتس. طبعا القلم في شغله سيئه فيه، انه هو بينكسر بسرعه، يعني يقرب للشمعي اكثر من الخشبي، تحسوه شمعي ما بعرف ليش. فيكم حتى تقشطوا اللون باظفركم اذا بدكم مثلا. اوكي بهذه الطريقة، حتى هون بيعطي فتاحة وبيعطي بيعطي دمج وتفتيح للمكان، على عكس اللون الابيض اللي عندي ما بيشتغل خالص، ما بيشتغل يا جماعة. اوكي بدمج هذا المكان، بدمج هذا المكان، بحط اضاءة العين راح احطها قدامكم بهذه الطريقة باستخدام هذا. اوكي ما بعرف ايش سويتها بهذه الطريقة، هون لمعة وهون لمعة وهون لمعة وهون لمعة، بحب اللمعة زيادة هذه الطريقة، بعض اللمعان هون، بعض اللمعان على الهيك. اوكي لمعتها زيادة، بسكره وهيك بيكون خلص الفيديو. بتمنى من الكل انه بيساوي لك. اشهد يا جماعة، مو حلوة هاي، ما حبيتها. اوكي سوري رميتها لانها مو ظابطة على الالوان، يعني تقريبا 700% من الطاولة بازرق زهري بنفسجي، ما بتناسب مع الالوان. عندي واحدة تانية بس ما جبتها. اوكي هيك بنكون خلصت الفيديو، او بكون خلصت الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب واي شيء، يعني سووا اي شيء، بس انه بعرف انكم موجودين وعم بتتابعوني. اوكي واول اذا اول مره تشوفوني تقدر تروحوا على مجموعه الفيديوهات، عندي مجموعه فيديوهات بعلم فيها رسم وتلوين الانمي، واي طلبات عندكم دغري انا بس، يعني اي طلب بدكم تطلبوه، شغلة ما بتعرفوا ترسموها انا دغري برسم لكم اياها، مو دغري بس انه يعني استقبال الطلبات كثير سريع، عندي ما عندي كثير طلبات. اوكي وباي جماعة، وبلتقيكم بالفيديو الجاي ان شاء الله.